دين. تفضل صحيح. الآن أتعهد. السؤال الأول أنت معطينا كارت والله دقيقة معلش أنا آسف. أوه جيب 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 نفس هذا. لا لا مو والله بسرعة لا يشوف أحد. تفضل جهر انحرق سؤال. لا ما انحرق. ماذا يعني لك هذا البرنامج؟ أول برنامج فعلي من تقديمي بشكل كامل في الشبكة فأكيد يعني لي شيء كبير. أنا أحب اللون هذا من البرامج لكن من بعدها ما يعني ما سويت مثله. أتمنى في المستقبل يكون في شيء شبيه يعني. كان في رمضان على فكرة كنتوا ما تحبونه. ما حصل لك فكرة ليش ما كملت طبيعي؟ أوه صار فيه تركات. بس ياسر أنت لما تحب هذا النوع أنت ليه ما كملت فيه هذا النوع؟ لا هو أوقف أوقف البرنامج. إيه أوقف البرنامج. ولا أنت دور برامجي؟ لا لا أوقف البرنامج إداريا. أوه. يعني أنت راعي بزوطة فيه يمكن. لا هو كنا يعني كان سقف البرنامج شوي مرتفع. أيوه. فلعل شوي الإدارة في وقتها لم تتحملها. أوقف من داخل القناة يعني. إيه. إدارة القناة. إيه. طيب. وفي ضيف استضفناه وصورنا معه حلقة ومنعت الحلقة. منعت من العرض. منعت من العرض. أنا كنت سعيد بإيقافه. الله يبارك. أبو علي ترى ما كان يحب البرنامج والله. امتدادا للكلام اللي سهر قبل شوي والسؤال والإجابة استضفت مرة أبو كاتم أول حلقة. نعم. إيه؟ وقلت إن عندك صورة له بدون قناع. إيه. السؤال الآن ما بعد جيت للسؤال أنا قاعد أمهد لك الآن أفرش لك. إيه؟ هل كانت الصورة موجودة فعلا ولا أنت تبي شو ما شو؟ لا أنا ما كنت أصنع شو في البرنامج صراحة. صورة موجودة وكان أصلا عندنا إحنا كان في وقتها جروب استراحة. كانت صورة أبو كاتم موجودة يعني إحنا هو صديقنا في الاستراحة فأنا أخذت الصورة من الجروب واشتغلت عليها بنفسي في جوالي حطيت لها فوكس عالي وارسلتها للشباب يحطونها بإطار. أوه. وعندي نسخة منها من غير الفوكس. فوالله لو قال لي وقتها أعرضها أرسل للشباب يعرضونها يعني. معلش سؤال والله خارج الصندوق أو خارج المكتوبين. إيه؟ أبو كاتب معكم في الاستراحة طبعا اللي معكم أغلبهم أتوقع إعلاميين. إيه ما قد صوروا بالغلط ولا لا يعني هو إحنا أصلا هو كان صديقنا قبل فهو أساسا يعني قبل ما يكون في الإعلام هو زميل فإحنا متعودين عليه كذا يعني ما أحتاج أني أنا أصوره ولا يعني كيف أقول لك يعني الحين أنا مثلا أبو زي هي زي السر يعني أبو عمر قال لي سر معين حلو خلاص نحفظ السر. انا اشوف انا اسف على اللفظ يعني بس قمه الحقاره انا لما اجي واغرد بالسر مثلا في تويتر لا تكرم قصدي فهي نفس السر بالضبط يعني تشبيها لها يعني هو صديق قبل كل شيء حتى وكان الموضوع بالنسبه لي انا اشوفه بسيط عادي لو طلع من غير صحيح. بس هو هذا شيء هو يعتبره محتفظ فيه يعني كنوع من ايقونته الاعلاميه يعني فمخلينا على راسه يعني. سؤال يسدح نفسه تفضل من هو الضيف اللي بعد ما انتهت الحلقه تحس انه يعني أشبع غرورك الإعلامي في الحقيقة طلعت من الإذاعة تقول إيه وهذه الحلقة اللي تحس إنك يعني انبسطت فيها وأشبعت يعني خلنا نقول رغبتك في تمرير المحاور اللي كنت بيها يعني تقول الحلقة دي صراحة هي رقم والله شوف ما أقدر أقول لك رقم واحد لكن في ثلاث أربع ضيوف أشوف إنهم قنبلة. يعني إيه يعني متقبلين الـ وكان يجيبون بكل راحة أشوف حلقة متكاملة حلقة برازان سهل مطيري كان يتكلم فيها بكل أريحية حلقة عمر الغامدي ومسجل صح؟ إيه كان يتكلم فيها عن السحر الأسود وتطرق لجوانب ما جابها في قصته في اليوتيوب وعملت أثر وفي واحدة من مقاطع تكلم فيها عن شيء رياضي وبعدها عمل شوشرة حلقة الواثق الصادق تكلم فيها لدرجة أنا قلت أنا أخذت تعهد على نفسي أنه أنا ما أحذف شيء من الحلقة في هذه الحلقة اضطريت أنا بنفسي أدخل المونتاج أحذف لقطة عشان بس ما ينظر الواثق الصادق قانونيا. أوه جميل الله أعطني كرتك شيخ تحب المشاكل يا لا هي في أشياء بعض الأحيان يعني لما يحس الضيف أنه هو مرة مرتاح والله أربع كلمات ويشعر انه انا بقول هذا الكلام هو ممكن اقدر اقوله انت تحمل مسؤوليه الكلام اللي انت قاعد تقوله عادي بس كون انه هذا الشخص انت في الاخير تربطك علاقه فيه وتعرف على يقين انه حينضر يعني تقصد والاغلب غير الثلاثه هذول غالبا متحفظين خايفين منك يعني في متحفظ وفي واحد لا شفته يبالغ شوي
يبغى يصيد طبيعة البرنامج. واضح يعني كذا مسوي ان فيها سر ومسوي فيها انه وش اللي يضرب يعني اللي يجي قبل الحلقه يقول لك وش اللي يضرب وش كذا وش لا يعني ما هو